فين يا خديوي؟ كلمتك على موبايلك 100 مره مغلق. فصل شحن. في ايه؟ الواد ابراهيم الوردان ظهر. الواد قال لي ان هو بيلعب كارت وضرب سيجارتين. نخش باللسان الحلو والكلمتين الحلوين. يجي معانا سكه. اهلا وسهلا. قال لي معانا يبقى الله بس على الله حكايته. بس خلي بالك هو برشام جوه اسمه عمر النمر. الواد ده شايو بياعه ما بيكبرش لحد. انا لا اقف قدامي دلوقتي، انا هسفلته. ركز انت بس وخلي الواد ابراهيم في ايدك. يلا. ازازة تاني يالا. زي ما انتوا زي ما انتوا، احنا مش مباحث ولا حمله. اقعد. اهلا يا خديوي. ايه يا عم كده كنت مني وتهرب؟ غصب عني اوامرها بيت بيه. طب خف نفسك يا ابراهيم، يلا وتعالى معانا. وايه الحوار؟ خليك في حالك يا شلم. يلا يا ابراهيم ما بتدنحش. انت مين يا جرم منك ليه؟ انتوا فاكرين نفسكم داخلين كافي شوب في شارع شهاب؟ يا مستر اولمبيا انت بقى الحلو اللي فيهم. الله عم بس على الله حكايتك. بلاش من سيف الخديوي. سيف الخديوي. يا امين الله يشفيك. تعال تعال. يلا مين اركب يا علا. اطلع